بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، صدر قرار من مجلس الوزراء الأردني بتنظيم مراكز تحفيظ القرآن، وصدرت قرارات تعجيزية. يعني كل اللي شاف القرارات وسمع القرارات، وصارت أيضا مناوشات وضجة في الإعلام الأردني إن هذه القرارات كأنه يقول لك سكروا مراكز تحفيظ القرآن. يعني مركز تحفيظ القرآن بإمكانياته البسيطة يقول لك لازم تعين عليه مدير متفرغ، ولازم تأخذ موافقات وأذونات، ولازم ولابد، يعني شروط. أتمنى أيضا من أخواني المتابعين من الأردن الحبيبة أن يكتبون وجهة نظرهم في التعليقات، ويكتبون ما هذه القرارات. يعني من أهم القرارات أنه يقول لك تعين مدير متفرغ، وأكثر جمعية ستتضرر عندهم في الأردن في جمعية المحافظة على القرآن الكريم. يقول لكم هذه الجمعية فيها أكثر من 1500 فرع ومركز، فيعني كيف الجمعية عندها القدرة أنها تعين 1500 مدير متفرغ؟ ففعلا بعض الأمور ومن هذه القوانين الجديدة هدفها إغلاق مراكز والتضييق على مراكز تحفيظ القرآن. عموما أنا مش هدفي من هذه الحلقة بس أتكلم عن هذا القرار. أنا صراحة استفزني تصريح ولقاء مع وزير الأوقاف الأردني، صراحة قال كلام غريب وغريب جدا. اسمعوا إيش قال وراح أرجع أعلق على كلامه. هل يعقل أن أفتح تعليم قرآن لطفل عمره 5 سنوات في وقت هذا الطفل يجب أن يكون في هذا الوقت يتعلم في الروضة؟ كيف أجيبه أخليه يترك الروضة وأوافق لوالده أنه يترك الروضة وأجيبه يتعلم قرآن؟ كيف أوافق لوالد وطفل أنه يترك المدرسة في هذا الزمن؟ إذا والده بده هيك بده؟ أنا ما برد عليه يا دكتور شو هذا بده؟ إذا والده بده يعني أنا كجهة رقابية، أنا كجهة رقابية واجبي أمنع أي طفل استنادا لقانون التعليم، مش للنظام اللي أنا حطيته، واستنادا لقانون الجمعيات، واستنادا لواجب الدين، واستنادا لواجب الدين والشرع امام الله عز وجل قبل كل شيء. انا دكتور، سمعتوا معي اعزائي المشاهدين؟ يقول لكم هل يعقل ان افتح مركز تحفيظ قران لطفل عمره 5 سنوات في نفس الوقت هذا الطفل يجب ان يكون يعني يتعلم في الروضه؟ يعني هذا وزير الاوقاف اللي قال هذا الكلام، انت مقتنع في كلامك؟ انت ما تعرف ان الامه نهضت عن طريق شغله كانوا يسمونها الكتاتيب، الكتاب؟ هل تعلم يا وزير الاوقاف ان الكتاب اللي قبل كان الطفل عمره، حتى في اطفال عمرهم 2 و3 سنين، تعلموا الفصاحه، تعلموا اللغه العربيه، تعلموا الادب، تعلموا الاخلاق، وحفظوا القران عن طريق هذه الكتاب اللي كانوا يسمونه كتاب قبل؟ تعرف ولا ما تعرف؟ نهضت الأمة عن طريق الكتاتيب اللي أنتوا الآن قد تقولون عنها متخلفة، لكن الكتاب هذا القديم اللي كان فيه شيخ دين وماسك عصاية خرج أبطال، خرج مجاهدين، خرج ناس غزوا العالم، خرج مفكرين وأطباء وعباقرة. هاي اللي احنا نقول عنه، هل يعقل اني انا افتح مركز تحفيظ قرآن في نفس الوقت اللي الولد يتعلم فيه في الروضة؟ تعال يا حبيبي علمني يا وزير الأوقاف، ماذا يتعلم ابنائنا في الروضة؟ تعال علمني. للأسف عيالنا صاروا يتعلمون في الروضة كل ما هو غير مفيد، كل ما هو غير مفيد. ولدنا للأسف يدخل الروضة، بنت البنت تدخل الروضة، انت بتصيرين رائدة فضاء، وانت بتصيرين محامية، وانت تخيلوا في الروضة. في الروضة للأسف عندنا يسوون حصص، يقولون حق الولد هات لك لبس. لبس شنو؟ احنا اليوم عندنا درس نعلمكم اسماء الحيوانات. انت يكتبون له في الورقة خل ابوك يشتر لك لبس اسد، خل ابوك يشتر لك لبس، ويجون العيال في الروضه ثاني يوم اللي لابس دب واللي لابس، يعني حيوانات. احنا عيالنا حيوانات، والبنت اللي لابسه نحله، واللي لابسه ما ادري شنو، واللي لابسه قرد، واللي لابسه شنو يتعلم؟ تعال يا وزير الاوقاف، انت اقنعني، لا تخليني افتح لك ملف في الروضات عندنا في الوطن العربي. ايش يتعلمون عيالنا في الروضه يا وزير الاوقاف؟ تقول والله هل يعقل افتح واخليه يترك
القرآن أهم من تعليمك الفاسد والفاشل. كل التعليم في الوطن العربي فاشل وفاسد. إيش يتعلمون عيالنا في الروضة وفي أول ابتدائي وثاني ابتدائي؟ إذا ما كان عيالنا رقم واحد يحفظون القرآن فلا خير فيهم، لا خير في عيالنا إذا تركوا القرآن الكريم. هل تعلم أن قبل كان الطفل عمره سنتين يبدأ يتعلم يحفظونه تدريجيا، حتى رغم أنه يكسر لكن يحفظونه. عيالنا ما للأسف يعني ضاعوا إلا لأنه ضيعوا القرآن، ولأن أنتم كمسؤولين قاعدين تضيعون القرآن الكريم. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش حضرتك إيش قاعد تقول أنت؟ أنت تقول والله كيف أخليه يترك الروضة وأوافق حق أبوه أن أبوه يترك الروضة لأجل أنه يحفظ القرآن؟ يا أخي ما حد قال يترك الروضة. يا أخي يحفظ القرآن وفي نفس الوقت يروح الروضة، يعني كيمياء؟ هي العملية كيمياء ولا هي حرب على الإسلام ولا هي حرب على القرآن؟ زين أنا بسألكم سؤال، جميع بلدان الدول العربية أنتم من الروضة 4 سنين تعلمون عيالنا A B C D، ما تعلمونهم ألف باتاء. الأولوية يتعلم A B C D ويتعلم 1 2 3 4. يعني معقولة عندكم القدرة تعلمون عيالنا A B C D والحروف الأجنبية والكلام الأجنبي؟ طبعا غير بعض الدول عندنا اللي يعلمون الفرنسي. نحن على برستيج، ولدي برستيج. لا والله البرستيج أنه يتعلم قرآن. سبحان الله، والله إخواني الكرام أنا أقول لكم، الطفل لما يتعلم قرآن عقل هذا يتفتح، عقل يتنور، سبحان الله، ويصير فصيح في اللسان. حتى والله أنا عندي كم من واحد راسلوني على الواتساب، يمكن يشوفوني الآن، اللي يقول لك والله أنا عندي تأتأة بسيطة، واللي أنا يقول لك والله أنا أتلعثم في الكلام. تدرون ليش نصحته؟ قلت له دايما اقرأ قرآن، افتح المصحف واقرأ قرآن، ومع الوقت والله إن تأتك والتلعثم اللي فيك بيروح. نعم، هل تعلمون أن القرآن سبحان الله، والله دائما إخواني الكرام أنا الكلام عن تجارب من أشخاص، يقول لكم أنا ولدي طول ما هو طفل رضيع، يقول لكم أنا دائما أشغل القرآن جنبه لجل أنه يسمع، يكبر نحفظه. سبحان الله، يكبر وعقله داهية في الذكاء بسبب القرآن الكريم. تعلم ولا ما تعلم وزير الأوقاف؟ تقول لي هل يعقل أن أخليه يترك الروضة عشان القرآن؟ نعم، نترك الروضة والدكتوراه والثانوية والحكومة ونترك كل العالم عشان القرآن الكريم. أنت كيف تجرأت أنك أنت تصرح هذا التصريح؟ سواء تقصد أو ما تقصد، أنت وزير الأوقاف لابد أنك تكون أكثر إنسان من يدافع عن القرآن الكريم. المفروض القرآن الكريم يعلم لعيالنا قبل حتى ما يدخل كي جي 1 وكي جي 2 للتعليم الفاشل والفاسد. شو تعلمون عيالنا احنا في الروضة وفي المدارس؟ احنا عيالنا للأسف عمره 12-13 سنة ما يعرف يدبر نفسه. في هذا الوقت اللي كان 13 سنة كانوا شبابنا يدخلون الغزوات ويدخلون الجهاد في سبيل الله. وأمس واحدة يمكن تتابعني الآن، أختنا عزيزة كريمة من تركيا، مطرشت لي رسالة، واحدة من الأمهات الفضليات، كانت تناقشني وتجدني في موضوع الزواج المبكر، تقول كيف نزوج عيالنا وعيالنا ما يفهمون؟ أنتوا اللي خليتهم ما يفهمون. والله لو إحنا نعيد، أنا هذا الكلام قلته من زمان، أنا أقول لكم أتمنى الله يسهل لي بس أرجع لكم فيديوهات اللي هي للأسف كلها موجودة على شرايط، يعني مجهود ضخم. والله هذا الكلام أنا قلته من سنين طويلة، من 15 سنة. الأمة لن تصلح إلا إذا رجعنا الكتاب اللي يسمونه الكتاب، وكان في شخص يسمونه المؤدب واللي يحفظ الناس القرآن. في كل فريج وفي كل حي كان في كتاب. والله الكتاب هذا خرج أبطال، والآن للأسف كي جي 1 وكي جي 2 يا وزير الأوقاف حضرتك اللي تدافع عن الروضة خرج أبصال، خرجوا ناس بصل، حتى البصل أحسن منهم، البصل يفهم أكثر منهم. فاتقي الله يا وزير الأوقاف، اتقي الله. إيش التصريح هذا؟ القرآن تاج على راسك يا حبيبي، القرآن أهم من كل علوم الدنيا. هل تعلمون إخواني الكرام أن قبل إحنا نسمع والله
الخوارزمي وابن الهيثم وما ادري مين وهالعلماء المسلمين واللي كانوا اللي فعلا قادوا العلوم في العالم. هل تعلمون اخواني الكرام ان كل علماء المسلمين قبل كان عالم وفي نفس الوقت كان حافظ القرآن وفقيه في الدين؟ الدين رقم واحد يا ناس. كل قبل العلماء، الحين انت يجيك مثلا مدرس رياضيات والله لا يفقه ولا شيء في دينه. قبل كان تعليم الدين، يعني انا ما اقول لكم العلم الشرعي التعمق، انا ما اتكلم عن التعمق في العلم الشرعي، هذا طبعا له ناسة، لكن على الاقل على الاقل كانوا فيهم نوع من الفقه في الاسلام. كان مدرس الرياضيات ومدرس الفيزياء ومدرس الكيمياء ومدرس الانجليزي وكل العلوم لابد ان يؤهل دينيا، على الاقل يكون عنده 20-30% من الدين، على الاقل يكون حافظ جزء عمه وتبارك، على الاقل على الاقل. انا اقول لكم احنا الان عندنا مدرسين وهذا لا يفقهون شيء من العلم. علم القران وعلم الدين اهم من كل العلوم ومن كي جي 1 وكي جي 2 مالكم من الابتدائي والثانوي الاعدادي. تعليم الفاشل، تعليم الفاشل هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما اعرف كيف تجرأت حضرتك وقلت هذا الكلام. انا اقول لكم اخواني الكرام لا اريد ان اطيل في هذه الحلقه، اذا اردت الفلاح والصلاح لهذه الامه رجعوا بما يسمى الكتاب. الكتاب الطفل وعمره 3 سنين يروح الكتاب، وقبل ما يروح الكتاب يكون امه وابوه معلمينه في البيت. قبل ما يروح الكتاب وعمره 2 سنين يبدا يتعلم. احنا الان نعلم عيالنا بابا ماما دادا كاكا ماما ما ادري هالكلام الفاضي. لابد ان ولدك وهو صغير طفل عمره 2-2.5 سنين يكون على الاقل على الاقل يعني نعلمه يقول والله واحد ونعلمه، حتى لو يتلعثم مو مشكله، خلوه يبدا والله لسانه راح يصير يعني طلق فعلا. اخواني الكرام احنا ما ضعنا الا لما ضيعنا علوم الدين وضيعنا القران. وقالها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. تعلم القران، نعلم القران مش بس نحفظ القران، حتى نعلم القران نفهم عيالنا. انتوا طبعا ما تبون حد يتعلم القران، ما تبون حد يتعلم الايات اللي الله فضح فيها اليهود ولن ترضى عنك اليهود وآيات الجهاد، ما تبون حد يتعلم. لا يا عبيد احنا فاهمين الطبخة، انتم ما تبون حد يتعلم الكنوز الموجودة في القرآن، ما تبون. احنا فاهمين المخطط الخدر والنجس اللي الآن يتم إجبار الأمة عليه. حسبي الله نعم الوكيل. أنا أعتقد يا وزير الأوقاف اطلع واعتذر عن المقولة هذه، يعني مسألة القانون اللي طلع هذا كوم وقولك انك انت كيف اخليه، هل يعقل؟ هل يعقل؟ لا ميانين احنا، مجنون مجنون الاب هذا اللي يدخل ولده الكتاب ولا يعلم ولده القرآن، مجنون مجنون. كيف يترك الروضة؟ تفيه على الروضة اللي عندنا، تفيه على التعليم اللي عندنا، اللي للأسف ما شفنا من وراء الا المهازل. انتوا بناتنا تطلع 3 ثانوي ما تعرف شنو حقوقها تجاه الزوج، وحضرتك تقولي تعليم، اي تعليم اللي تتكلم عنه؟ البنت 3 ثانوي والله انا اقول لكم مستعد انا الان اسوي اختبار في الشارع، اسال بنات ولو يسمحون لي لبنات تقول لها شنو حقوق الزوج عليش ما تعرف، وتبون تخرجون والله اجيال وابطال. اي ابطال بيطلعون من هذا التعليم؟ اي ابطال بيطلعون من وراء هالتعليم اللي بناتنا للاسف الان لما تساله عن حاجه تسالها يقول لك والله انا قدوتي الفاشينيستا الفلانيه. وعيالنا اولادنا الان والله اخواني الكرام 3 اعدادي 1 ثانوي شنو تفكيره؟ شلون ادخل فلوس؟ ما عنده لا هم دين ولا عنده هم انه والله في امه لابد ان ننصرها، ولا عنده هم جهاد، ولا عنده هم اي حاجه. شنو همه؟ الفلوس بس. والله اخواني الكرام هم انه يكون عنده فلوس، كيف اكون نفسي، كيف ادخل فلوس، كيف ادخل فلوس، كيف ادخل فلوس، ما في شيء ثاني. ارجوكم هذه المواضيع انا اطول فيها، خلوني اقطع السالفه، ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل.